وبعد ما تابعنا هذا التقرير المجمع اللي فيه مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وخاصة إن النهاردة هيكون يوم كروي بامتياز، في ماتشات للأهلي والمصري، في أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وفي كمان ماتشات مهمة جدا في الدوري الإنجليزي هنعرف، والإيطالي كمان أيضا هنعرف تفاصيلها من خلال التقرير التالي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام هيعمل جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لمناقشة تقريره حول أسباب عدم تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2022. كمان النهاردة فريق الأهلي هيواجه الهلال السوداني الساعة 10 بالليل في ختام منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. النهاردة كمان فريق المصري هيخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختها 19 أمام مضيفه فريق مازيمبي. المباراة هتتلعب الساعة 3 العصر على استاد مازيمبي. وعلى مستوى الكرة العالمية، عشاق الدوري الإنجليزي موعدهم مع 3 مباريات في ختام الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي. النهاردة الساعة 3 العصر هيلتقي ويست هام مع إيفرتون، والساعة 5:30 هيلتقي توتنهام مع نيوكاسل، وأخيراً الساعة 9 هيلتقي أرسنال مع كريستال بالاس. عشاق الدوري الإسباني موعدهم مع لقاء قمة الساعة 9 بالليل، حيث يلتقي برشلونة مع أشبيلية في ختام الجولة 30 من الدوري. ولعشاق الدوري الإيطالي فموعدهم مع مباريات قوية في تاني أيام الجولة 31 من عمر المسابقة، حيث يلتقي فيورتينا مع أمبولي في 2:30 الظهر، والساعة 2 هيلتقي أتلانتا مع نابولي وأودينزي وكالياري، والساعة 6 هيلتقي سامبودوريا مع روما. وهينتهي اليوم الكروي بقمة تجمع يوفنتوس وإنتر ميلان الساعة 9 إلا ربع.